أن تحافظوا على وحدة الصف وجمع الكلمة حتى تؤدوا رسالتكم. بل وندعي العرب إذا ما انحرف العراق لا سمح الله عن هذه المبادئ أن يجيشون على الجيوش. إن القدس الشريف يناديكم. وإحنا بنقول إن إحنا عم بنتعامل مع دول العالم ما حدش يتدخل في شؤون. الثورة الفلسطينية لا بتخاف ولا بتترعب. فقد العدو المتغطرس توازنه إلى هذه اللحظة. الحمد لله أصبح الاتحاد محبوب، أصبح مرغوب. أن نعمل عمل الخير واسم وبعضنا يدفع بالتي هو أحسن عن الآخر. فلنحمد الله على ما أسبق علينا من نعم الأبن والأب. خلي أنا هني أذكرك في نعم. كلام السيد محمد المقيرف ونذكرها للسادة المشاهدين في كلامه. طبعاً هو سفير سابق كان في الهند، ذكر أن السفير الأمريكي في ليبيا من فترة 64 إلى 69 هو من رتب تفاصيل انقلاب معمر القذافي. الذين نفذوا الانقلاب الحقيقي هم 60 ضابطاً من صغار الرتب بينهم معمر القذافي الذي كان يحمل رتبة ملازم، ولكن كون هؤلاء الضباط لا يمتلكون الخبرة الكافية بإرادة الجيش فقد لجأت واشنطن لخداع كبار ضباط وبينهم أحمد الموسى وآدم الحواز اللذان كان يحملان رتبة عقيد وكان يشغلان منصبي وزيري الداخلية والدفاع، بحيث استخدمتهما غطاء أواجه الانقلاب، ليتبين بعد ذلك أن المطلوب هو تفرد الملازم القذافي بالسلطة. شوف أخونا هذا المقريف، طبعا هو يطلع في التلفزيون وقال جاني الأمريكان تواصلوا معي، كان في سفيرنا في الهند، يعني شهادة هذا باطلة. و تواصل معه عن طريق بن حليم، كان في المملكة العربية السعودية، كان رئيس وزراء سابق في العهد الملكي بن حليم هذا. ثم استدعي للمغرب وقدم استقالته من هناك وأعلن هذه الجبهة تحت رعاية الأمريكان في ذاك الوقت. وبعدين جابوه للسودان واستدعى مع عن طريق المخابرات كله، هو يعترف بهذا في وثائق موجودة تستطيع أن تطلع عليها في قناة أخرى ليبية. إذا كان القذافي كما يدعي هو الآن، الوثائق خرجت الأمريكي من سوء حظه تكذبه الوثائق الأمريكية وسأزودك بها والبريطانية عن ما حدث، عن كيف كان الوضع الملكي وكيف تفوجئ الأمريكان. وهذه كيسنجر كان موظف خارجية وهو اللي كاتب هذه يعني البرقيات تأتي إليه في كيف ذهب إلى نيكسون وتحدث معه حول هذا الأمر. أخونا المقريف لا أريد أن أتحدث عنه، مسكين الآن ربي يلطف به، كان سفيرنا في الهند، كان مسؤولا عن نشر الإسلام في آسيا، فترك وهو طبعا إخواني ينتمي إلى حركة الإخوان المسلمين في وبداية الثورة استعان به القائد في وحدة من الوزارات، كان أستاذ في الجامعة هو. في للأسف لما ذهب كان يدعي أن الدين ونشر الدين، وبعده تلاه الشيخ تناز. أنا ذهبت الشيخ تناز ليبي، الشيخ فاضل يعني رجل دين داعية دينية، وأصبح سفيرنا في باكستان، وأنا ذهبت لدراسة في باكستان والتقيت بهذا الشيخ. فرق كبير بين الرجل الذي يدعو للدين ودعم كل النشر الإسلام، ساهم في نشر الإسلام في آسيا وفي أفغانستان. وأنا الشيخ تناز هو اللي لما كنت هناك هو اللي شجعني أن أذهب إلى أفغانستان في ذاك الوقت وأزور أفغانستان وأطلع وألتقي بكثير من القيادات الإسلامية في ذاك الوقت في الثمانينات في السبعينات في السبعينات أي نعم. فأخونا هذا المقريف اعترافاته تجيب عنه
والوثائق الأمريكية التي صدرت، وأنا أتكلم الآن أمامكم هو للإخوة اللي شاهدوا، وتستطيع نشرها أيضا في 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 صحيفتكم، وثائق موجودة. هي الفكرة من 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 طرح موضوع الدعم الأمريكي، الصراع اللي كان بين الأمريكان وبين الإنجليز في المنطقة في ذاك الوقت. أنا استضفت في برنامج الصندوق الأسود ضيف السابق الدكتور عبد الله النفيسي، وعندما تحدث على سبيل المثال وما تحدث عن ليبيا، لكن على سبيل المثال في مسألة الصراع الإنجليزي الأمريكي اللي كان موجود في المنطقة، وذكر على سبيل المثال أن ما حدث في مصر سنة 52 من وصول الضباط الأحرار للحكم في مصر كان بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية. يعني انقلاب أشرف على هندسته CIA، وبوسعك أن تقرأ كتاب خطير جدا اسمه كتاب لعبة الأمم، The Game of Nations، اللي كاتبه واحد ضابط CIA كان بالسفارة الأمريكية في القاهرة اسمه مايلز كوبلاند. هذا مايلز كوبلاند يحكي في هالكتاب اللي هو Game of Nations، يحكي شلون كان يتصل بعبد الناصر وبالضباط اللي يسمونهم الأحرار، وشلون حركهم للإطاحة بالملك فاروق. كان في منافسة أنجلو أمريكية، بريطانية أمريكية، عرفت شلون؟ الفاروق كان يمثل بريطانيا والنفوذ البريطاني، وكانوا الأمريكان يبين يطيحون بالنفوذ البريطاني فأطاحوا، فلما طيحوا فاروق معناها طيحوا النفوذ البريطاني، عرفت شلون؟ واللي مهد حق اللي طاح حسب كلامك هم مجموعة ضباط الأحرار. ضباط الأحرار كانوا وسيلة بيد CIA. كثير من الناس ترى ما يدرون عن الشغلة هذه. اقرأ مايلز كوبلاند لعبة الأمم، ستكتشف أن هذا عبد الناصر أكبر أكذوبة في تاريخ مصر الحديثة. ستكتشف أن عبد الناصر كان ألعوبة بيد الأمريكان. إذا بنقيس كلام الدكتور عبد الله النفيسي على بقية الثورات اللي كانت متأثرة أيضا بجمال عبد الناصر، على سبيل المثال ليبيا، ما ممكن يكون بشكل أو بآخر أيضا هناك دعم أمريكي لمواجهة الإنجليز؟ أدعوك أن تستمع لخطاب القائد وهو موجود موثق بالصوت والصورة في المفاوضات الليبية الأمريكية في طرد القواعد الأمريكية. قال لم نأتي لنناقش أن تخرجوا لم لا تخرجوا، أن تخرجوا متى، وكذلك الإنجليز. معمر لو جاء به الأمريكان لما نطحهم 40 عام في خليج سرت وفي أكثر من مكان. يعني هو لو هو جاء به كهذه الدمى التي الآن في ليبيا أو في بعض الدول، ما كان طرد هذه السنوات كلها، وحاولوا قتله بغارات مستمرة في بيته، وحاولوا تآمر عليه، وحاولوا تسميمه، وحاولوا ما هذا كلام يعني يدعو للسخرية أكثر منه للحقيقة. والآن شوف هذا العصر اللي احنا فيه، ميز حسنة هذا العصر أن كل شيء ظهر، ونحن أيضا أطال الله في أعمارنا أن الوثائق الأمريكية تخرج ونحن أحياء، ويطلع العالم ويكذب كل هؤلاء السفهاء الذين يطعنون في، يعني ما أعتقد أن هذا العمل إذا كان عبد الناصر قام بثورة خدمت الأمريكان بشكل أو بآخر هذه قصة أخرى. لكن عبد الناصر عميل لأمريكا أو جاء به الأمريكان ضد الإنجليز، يعني كلام ممجوج. العميل عميل، والوطني وطني، والثوري ثوري، والبائس بائس، ما عنده ما مش. بسم الله الرحمن الرحيم، وباسم إرادة الشعب الليبي الذي فجرت ثورة 3 سبتمبر النجيلة تحقيق الحرية الكاملة، افتتح الجلسة الأولى للمفاوضات إجراء القوات الأمريكية عن أرض الجمهورية العربية الليبية. أولاً أن يحيي الشعب الأمريكي صانع الحضارة الأمريكية وغازي الفضاء ورائد عصر التكنولوجيا. وأنا أسمع أن أمريكا تقول أنها زعيمة العالم الحر، ونحن نؤمن أن الحر هو الذي يقدس قضية الحرية في كل مكان. فعلى أمريكا أن تبرهن الآن على مدى إيمانها بحرية الشعوب عندما تسحب قواتها فوراً ودون قيد نشر. ثالثاً،
إذا كان دخول القوات الفلبينية لليبيا له ما يبرره في ذلك الوقت، فإن إقامة القاعدة الأمريكية فوق الأرض الليبية لا مبرر له على الإطلاق، سواء خيانة حكام ليبيا السابقين من جهة وجهل الموظف من جهة أخرى. والشيء الذي بني على باطل فهو باطل، والمعطيات الخاطئة تؤدي إلى نتائج أخطر، وحيث أن القاعدة لا مبرر لها من البداية، فكيف يكون لها مبرر البقاء في النهاية؟ وشعب ليبيا رفض حكام الخونة ليلة الفاتح من سبتمبر، ويرفض القاعدة هذه الليلة ليلة السابع من شوال. رابعا، أن الجمهورية العربية الليبية أعلنت مبدأ الحياد المطلقة عدم الانحياز، وهذا يتعارض مع وجود قاعدة عسكرية لدولة متورطة في حرب دامية مع شعب كشعب فيتنام. خامسا، نحن نؤمن بالسلام القائم على العدل، وبذلك نرضى أن تكون بلادنا قاعدة انطلاق وعدوان لحلف شمال الأطلسي أو غيره من الأحلاف. سادسا، أن الشعب الليبي لا يذكر تاريخ القاعدة الأمريكية بأي خير، وإنما يذكر مساة الفتاة البرية معتيقة، ويتهم القاعدة مهما كان مدى صحة الاتهام أو عدمه بتدريب الإسرائيليين وبالهجوم الجوي على الدول العربية الشقيقة، وبتعريض سلامة الشعب الليبي للدمار بوجود القنابل الذرية في هذه القاعدة، أو عند مواجهة ساخنة بين أطلس وواكسو، كما يتهمها حتى بأعمال التخريب والتهريب، وما تهريب اليهود الليبي في صندوق بعد الثورة ببعيد، وما إخراج بنادق القناصة وقضية إخوان فلزوني بخافية. سابعا، وعلى العموم فنحن أمة تغفر قد تغفر ولكنها لا تنسى. ثامنا، رغبة منا في إقامة علاقات سليمة مع الشعب الأمريكي العظيم، وإيمان منا أيضا بأن كافة المعاهدات والاتفاقات والعلاقات التي أقيمت بين ليبيا وأمريكا في ظل القاعدة العسكرية الأمريكية تنقصها الشرعية من جهة ومرفوض الآن من جهة أخرى، فإننا نطلب إخلاء القاعدة فورا دون أي قيد، ليصفو بعد ذلك الجو بين البلدين لبناء علاقة نافعة على أساس من الصداقة والمساواة، لا على أسس الإكراه والتهديد بقوة. تاسعا، أن الشعب الليبي الذي يطالب بالجلاء التام الناجز الآن، فهو يملك بكل تأكيد حق الدفاع عن نفسه وإرادة تحقيق حريته فوق أرضه، لأنه قادر أن يتحول إلى جيش قوامه مديون ونصف مقاوم، وأن أمريكا أدرى من غيرها بفاعلية المقاومة الشعبية وعجز الأساطيل والجيش النظامية مهما كانت قوتها. عاشرا وأخيرا، أنا على ثقة من أن روح التفاهم الودي والاحترام المتبادل متوافر اليوم. والسلام. طيب أخ أحمد، إحنا نرجع مرة ثانية إلى ثورة الفاتح مجدداً ودور جمال عبد الناصر بعد نجاح ثورة الفاتح. هذا الكلام ذكره السيد عبد السلام جلود رئيس وزراء ليبيا الأسبق في مذكراته. في هذا الوقت كان جمال عبد الناصر يتصل بنا في مجلس قيادة الثورة ويطالبنا بإعلان معمر القذافي رئيساً للمجلس، وكان يقول لنا صراحة إذا لم تعلنوا هذا فسوف يكون هناك خطر على الثورة وقد تتعرض للسرقة. قررنا أخيرا تحت ضغط عبد الناصر الإعلان بأن معمر القذافي هو رئيس مجلس قيادة الثورة وترقيته إلى رتبة عقيد. دقيق الكلام هذا؟ لا، هو شوف الكلام دقيق ومش دقيق، يعني هو عبد الذي قاد الثورة والذي خطط لها والذي هو معمر القذافي. معمر رفض في بداية الثورة أن يعلن اسمه أو ترقيته أو يعني في 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 بداية الثورة، وقال في خطاب قال كنا إحنا جئنا كجنود مجهولين من أجل صرخة حرية للليبيين ونترك ونعود لمعسكراتنا، وأن يعني كانت هذه قضيته. عبد الناصر بحكم تجربته وخبرته قال إذا لم تعلنوا هذا فهناك بعض يحصل، لأن كان حصلت محاولة انقلاب من بعض الضباط في من بعض الفرنسيين مع بعض الدول العربية طليان، كان ممكن تسرق الثورة. هني أول شيء منو كان رئيس مجلس قيادة الثورة؟ معمر القذافي. لا، قبل ما يتم تعيينه رئيس، هو اللي قاد الثورة، هو اللي عملها، هو اللي صنعها، هو اللي بدأها، ما حد ينكر هذا يعني الذي بدأ. هل كان في اسم قبل معمر القذافي؟ لا، ما في. عين معمر القذافي، لا لم يكن يريد وظائف، ولا جاب سعد الدين بوشويرب ضابط كان محترم وكان في الجزائر في ذلك الوقت، ما كانش في ليبيا صدف، فكلفه بأن يكون رئيس أركان القوات المسلحة، ولا يختلف عليه اثنان، رجل فاضل، وأصبح بعدها سفير في إسطنبول في تركيا، وأعرفه جيدا، وعندما درس في إسطنبول بالمناسبة يعني ربطتنا علاقة قوية، وكان سفيرا في مصر أيضا بعد الثورة
لمكانته والاحترام الثور له. فجاء بمقدم ليس كما يقول المقرف، هو مقدم آدم جلود جواز. أنا ذكرت كلام عبد السلام جلود، لا أنا أقصد المقرف قال عقيد وعقيد، قال جاء بضباط أو جاء بهم الأمريكان أو حاجة كلام الذي يقوله. كان مقدم آدم الحواز ومقدم موسى أحمد ضباط تم اختارهم في اليوم الأخير بالثور، لم يكونوا ضمن تنظيم ضباط الأحرار، ورتبهم مقدمين، فعين واحد وزير داخلية وآخر وزير دفاع. في عبد الناصر حس أن هناك أو لديه معلومات حتى قد تكون استخباراتية، إذا لم يعلن من هو قائد الثورة ويبقوا جنود مجهولين هكذا قد تسرق الثورة ويدعي شخص آخر أنه هو من قام بالثورة، الناس ما تعرفش هذه الأسماء. الذي ألقى البيان الأول هو معمر القذافي صبح الثورة، والذي أعلن وجوده هو معمر القذافي يعني. فالضباط اجتمع الضباط الأحرار وأذاعوا خبر أن القذافي هو رئيس مجلس قيادة الثورة، وأن ترقيته إلى عقيد. نعم، وترقيته إلى رتبة وترقيته إلى رتبة عقيد، لأنه كان مصر أن يبقى في رتبة النقيب. هم كانوا شباب صغار، أنت لا تخيل أن هؤلاء كلهم لا يعني 27 سنة 28 سنة 26 25. بس الفكرة أنه هو كان يعني اللي رجح الكفة أكثر أو عززها خلينا نقول هو كان جمال عبد الناصر، هو نبه إليها حتى نكون أدق، لأن هذه المثالية اللي بها هؤلاء الشباب وهذه الشفافية ما كانت تصلح في عالم السياسة. عبد الناصر لديه خبرة ولديه معرفة، وخوفا على هذه الثورة الوليدة فكان لابد أن يعلن عن قيادتها. طيب على موضوع محاولة الانقلاب السريع اللي جرت بعد بعد ثورة الفاتح اللي أشرت لها أخ أحمد قبل قليل، الكاتب الليبي مجاهد البوسيفي ذكر هذا الكلام: سرعان ما بدأت عملية تأمين الثورة وقائدها تظهر للعلن، فبعد إعلان غامض عن محاولتين أو ثلاث للانقلاب على الثورة تمت الإطاحة في أبرزها باسمين كبيرين من الشركاء، هما وزيراء الدفاع آدم الحواز والداخلية موسى أحمد، اللذان كان من خارج المجلس لكنهما قدم خدمات مهمة أسهمت في حسم الأمر لصالحه. شوف دقيق الكلام يعني، شوف هم الآن آدم الحواز وموسى أحمد عينوا أحدهم وزير الداخلية وآخر وزير الدفاع. للأسف في الشهور الأولى قبل أن يعني أعتقدوا قال لك إحنا مقدمين وهؤلاء نقباء وملازمين كيف يعني، وأمر طبيعي أن تحصل هذه الحساسية بين هذه الرتب وقد يكون بتحريض من آخرين، ففكروا أنهم ينقضوا على الثورة ويأخذوها، لكن الثورة هي قام بها هؤلاء الشباب الذين يعني يهيمن على القوات المسلحة، فما كان لهم القرار أن يقوموا بشيء، فتم إلقاء القبض عليهم واعترفوا بهذه المحاولة وانتهت. قبلها حصلت محاولة في فزان بدعم الطليان والفرنسيين ودولة أخرى عربية، وهذه برضو فيها بضعة أفراد يعني ليسوا عسكريين، ظناً أنهم يعلنوا فزان تنفصل فزان لتأتي القوات الفرنسية وتستعيد دورها تستعيد دورها في. وهؤلاء للأسف طبعاً المناخ لم يكن يسمح، لأن القذافي ينتمي لهذه القبائل التي في الجنوب، والقذافي هو الذي انطلق من فزان في بدايته، ويعرفوه الناس والمواطنين وأهالي فزان، لديه إرث نضالي معهم ولديه مواقف عندما كان في فزان، وبالتالي لم يجدوا مناخ يساعدهم في. وهذه أيضا هربوا من ليبيا وبعضهم تم القبض عليه في ذلك الوقت في بداية الثورة، قبل أن يعرف الناس هل هي يعني هل هي يعني لم يكن هن ليست معارضة بالمعنى المعارضة، وإنها كان دفاع الحقد والغيرة وال يعني ما زلنا نحبو، احنا قلنا صباح الخير في الثورة. طيب لا على جزئية الانقلاب، المحاولة الانقلابية الفاشلة اللي أحمد موسى أو آدم الحواز، هذا الكلام ذكر الكاتب الليبي سيد أبو خبر إذا كنت أنطق الاسم بشكل صحيح في كتاب سياسة الولايات المتحدة الأمريكية نحو ليبيا. أشار مصطفى الخروبي عضو مجلس قيادة الثورة أنه ثبت من التحقيقات وجود دور للسفارة العراقية في تلك المؤامرة، كما هناك بعض القرائن التي ترقى إلى درجة الأدلة عن وجود علاقة للمخابرات الأمريكية في تلك المؤامرة. كان في دور للسفارة العراقية؟ شوف من اليوم الأول
الغرب الذي فقد ليبيا، لأن ليبيا الآن بعد هذه السنوات الطويلة حتى ما يجري في ليبيا الآن هم الغرب استعاد ليبيا، يريد يرى في ليبيا، ليبيا في بطن التمساح تهدد أوروبا في الصميم، ليبيا زي أوكرانيا بالنسبة لروسيا. جاءوا هؤلاء الشباب اختطفوها وحرروها وبقوا في مناكفة مع الغرب 40 عام، لم يكونوا شيوعيين ولم يكونوا مع الروس ولم يكونوا ضد، يعني كانوا عرب مسلمين يعملون توحيد الأمة ولإعادة مجدها. فلذلك الغرب يريد أن يستعيد ليبيا بأي ثمن، لأن ليبيا يؤمن بها جنوب أوروبا، وأيضا يطلون من خلال دول أفريقيا. ليبيا فيها نفط وغاز وثروات هائلة، فيها فراغ سكاني، أيضا يعود من جديد للهيمنة على المنطقة عسكريا بقواعدهم، وهذا ما يجري الآن للأسف. فبالتالي يعني الأمريكان أصابعهم موجودة في والسفارة العراقية، هي طبعا السفارة العراقية كان لها دور. والله العراقية هو كان لدينا بعض البعثيين ولكن ليس لكم هذاك النفوذ. ليبيا ليست في تربة في, في, في محاولة الاغتيال، في محاولة الانقلاب هذا تحديدا. والله أنا يعني ما سمعت دور عن مش ما سمعت دور. طبعا العراقيين يحاولون أن يعني كبعث كحزب يهمه أن يظهر بعث في ليبيا، في مصر، في السودان. لا، إذا يهمه أن يظهر بعث في ليبيا تحديدا، يعني نتكلم ليبيا فهو يدعمها، بس كان هناك ليش محاولات كان سريعة للانقلاب عليه؟ قبل الثورة كان هناك حزب بعث في ليبيا نشط طبعا بالإدارة القوميين، كان هذا حزب الشيوعي، وكان هناك يعني كثير من التيارات حتى الإسلامية، هذه الإخوان المسلمين هربوا من هنا، استضافهم الملك إدريس في ليبيا وبدأوا يشكلوا في خلايا عندهم أيضا في ليبيا. ولكن ليبيا ليست تربة خصبة للحزبية، ليبيا مبنية اجتماعيا على القبائل، وبالتالي الليبي ما عدد محدود، وكان هناك مدرسين بعثيين طبعا في ليبيا جندوا بعض الشباب والقوميين العرب وبعض الشيوعيين كانوا نشطين أيضا في مرحلة مراحل، لكن ليس لهم هذا ذلك تأثير، ولا الشارع الليبي ينساق وراء هذه الدعوات التي يعني ليس من اهتماماتي. ليبيا ليست يعني مكان مناسب لهذه الزراعات، أرض ليس خصبة لهؤلاء وللأحسن. الآن وأمس وبكرة بعد 100 سنة. ذكر اسمك أيضا بعد نجاح ثورة الفاتح، توقف عن محطتين بشكل سريع. الأولى ما ذكره السيد عبد الرحمن شلقم، قامت الثورة سنة 69 وكان أحمد طالبا في المرحلة الثانوية ولم يحصل على الشهادة التوجيهية التي تمكنه من الالتحاق بالجامعة، ولكن الاستثناء بتجاوز الشهادات ويقفز فوق الشرط المؤهلات ويأمر وبأمر من معمر القذافي التحق أحمد بكلية الضباط بمصر ضمن سياسة اختطفها قادة الثوار بتعيين أكبر قدر من أقاربهم في صفوف الجيش. شوف أن أقاربهم ما أقاربهم، يعني أنا أنتمي للتنظيم قبل التفجير الثورة، وبالتالي التحاقي بالكلية حتى إن لم أكن تحصلت على الشهادة الثانوية في ذلك الوقت سنة ثالثة، لم يكن إحنا حركة ثورية، وكثيرين من التحقوا بعدنا كانوا متطوعين. الإخوان المسلحة فيها عشرات الآلاف من الضباط، هل كلهم أقارب معمر أو يعني فيها نوع مبالغة في تفسير الأشياء بالشكل أن أما أن هؤلاء الضباط بعد المحاولات الانقلابية وبعد المخابرات الأجنبية التي بدأت تحاول أن تضيق الخناق على ثورة الفاتح كانوا في مواقع معينة، طبعا هناك ضباط يعني يختارونهم، أما أنا التحقت بالكلية، تخرجت، عملت في، لم أعمل في الحرس الجمهوري مثلا أو مع القذافي، أو عملت في البيضاء 1500 كيلو عن طرابلس في لواء ناصر مثلا. هي جريدة الأهرام المصرية ذكرت أن أنك التحقت بسلاح الحرس الجمهوري بعد انتهاء الكلية. لم أعمل في الحرس الجمهوري على الإطلاق، هذه واحدة من الغلطات اللي مش صحيحة. ما حطني معمر جابني في الحرس الجمهوري، حطني في لواء ناصر، وجئنا إلى مصر في حرب 73. قبلها كنا في معسكر الفرناج، لا علاقة له بعلاقة 71، ثم في جرنادة اشتغلت 3 سنوات، وعملت 9 سنوات في طبرق،
أبعد نقطة في ليبيا في القوات المسلحة. عملت في أي مجال؟ في القوات البرية. في القوات البرية. أي وأخذ دور الطيران في السلاح الجوي في السبعينات. كلها من مصر؟ لا 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 في باكستان كما قلت لك، في باكستان درست، في تركيا درست، في يوغوسلافيا درست، في تشيكوسلوفاكيا درست، بريطانيا. بس خلينا بس نفصل فيهم أكثر. بعد التخرج من الكلية الحربية في مصر؟ نعم. الخطوة الثانية كانت وين مباشرة؟ إلى طرابلس، إلى ليبيا. إلى ليبيا في لواء ناصر، مش في الحرس، لا علاقة بالحرس. اللواء ناصر اللي هو القوات البرية. القوات البرية نعم. وظليت فيها تقريبا ثم إلى حرب 73 جئنا إلى مصر. بعد عدنا من مصر نقل اللواء إلى البيضاء، منطقة اسمها جرنادا في قلب الجبل، وعملت هناك 3 سنوات. ثم انتقلت إلى القوات الانتحارية عندما تأسيسها. شنو هذه القوات الانتحارية؟ هذه قوات خاصة متطوعين يقاتلون في أي مكان، في يعني متطوعين التي يعني في حركة التحرر عرضت القوات المسلحة على كل العسكريين من يريد أن يلتحق بهذه القوات للقيام بهذه المهام الخاصة في دول خارج ليبيا، كان بالتطوع. مهام خاصة بأي معنى؟ تدخل، قوات تدخل سريع في يعني حفظ السلام يعني؟ أنطير لا مقاتلين، مقاتلين نرفع رئيس ونجيب رئيس، نصب في رؤساء، ندعم في حركات تحرر، نحارب في الدول الاستعمارية التي في أفريقيا. يعني احنا حربنا البرتغاليين، حربنا الإسبان، حربنا الفرنسيين. أبي اللي الأخ أحمد قذاف الدم شارك فيه تحديدا في حقبة السبعينات، من خلال في أواخر السبعينات. في أواخر السبعينات نعم. في أي دولة؟ احنا خرطنا أفريقيا من شمالها إلى جنوبها، يعني دعمنا مثلا في جنوب القارة، يعني دول الجنوب دربنا قرابة 30,000 مقاتل وحربنا معهم، مانديلا وجماعته وزيمبابوي وزامبيا وناميبيا. أنت شخصيا كنت مشارك فيها؟ وناميبيا بعض انشاركت فيها قتال، وبعض مشاركت في التدريب، وبعض آخر ذهبت في مهام خاصة لهذه الدول، أوغندا، تشاد، أثيوبيا، أريثريا، أكيد عدد ولا حرج. يعني إحنا شرق أفريقيا وغرب أفريقيا وجنوبها كلها ما تركنا مكان إلا ويحتاج إلى قضية حرية، وإلا ما وقفنا معها وقاتلنا معها أنا وزملائي وكنا متطوعين. الدراسة كانت في باكستان ولا كانت مجرد التحاق؟ لا، درست طيران في باكستان. طيران؟ نعم. طيران حربي؟ نعم، طيران مقاتل. إيش كثر المدة كانت تقريبا؟ أخذت أنا درست بريطانيا أولا، ثم ذهبت إلى باكستان للتخصص في طائرات الميراج. بريطانيا كانت في أي سنة تقريبا؟ السبعينات والله، ما هو بداية السبعينات، منتصف لا آخر. منتصف السبعينات، بعد حرب 73 ذهبت إلى هناك. فخلينا نقول يعني بعد حرب 73 بدت الآن بدت تخصص أكثر بريطانيا، وبعد باكستان تركيا. تخصصي الأساسي دبابات. شو بعد حرب 73 طلبت الانتقال للسلاح الجوي، لأن يعني شفنا أن الطيران كسلاح مهم في 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 أنا كرجل عسكري، ووددت أن فقدمت طلب والتحقت بسلاح جوي، وبدأت في دورات للتأهيل في